شكرا. السيد الرئيس عبد المجيد تبون، رئيس جمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أصحاب الفخامة والسمو والدولة، معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية. بداية أتوجه بالشكر والتقدير للجزائر قيادة وشعبا على حسن الاستقبال والضيافة والتنظيم، وعلى كل الجهود التي بذلت من أجل توفير أفضل الظروف لنجاح قمة لم الشمل العربي. وأنني إذ أعرب عن تقديرنا وشكرنا للجهود التي بذلتها تونس الشقيقة في خلال ترأسها للقمة الماضية، فأننا نتمنى للجزائر الشقيقة النجاح في رئاستها للدورة الحالية للقمة. يشرفني أن أمثل لبنان بكلمة صريحة موجهة من أخ لإخوته، نابعة من قلب مخلص لعروبته. أمثل لبنان منارة العروبة الذي احتضنت جامعاته منذ أوائل القرن الماضي قادة العرب، فكان مهدا لليقظة الفكرية للقومية العربية. وفي هذه الأيام المجيدة أستذكر تعاطف لبنان مع الشعب الجزائري في ثورته، حيث اكتظت الشوارع بالمظاهرات، واعتبرنا أن ذلك الانتصار ليس فقط للشعب الجزائري بل أيضا نجاح للتضامن العربي وللعروبة. مع انعقاد القمة تنتصر الجزائر اليوم في استقبال هذه القمة التي نعلق عليها أمالا كثيرة بأن تكون امتدادا للانتصار والتضامن العربيين. ولكنني أيها الأخوة أصارحكم القول، إن لبنان الذي تعرفونه قد تغير. نعم، بلد الأرز قد تغير، المنارة المشرقة انطفأت، والمرفأ الذي كان يعتبر باب الشرق انفجر، والمطار الذي يعتبر منصة للطلاق تنطفئ فيه الأنوار لعدم وجود المحروقات. نحن في دولة تعاني اقتصاديا وحياتيا واجتماعيا وبيئيا، ونحارب الأوبئة بأقل الإمكانات. نعم، بأقل الإمكانات، حتى وصلنا إلى اللحم الحي. لبنان مساحته صغيرة، ولكن أبوابه بقيت مشرعة لكل الأخوة والعرب خصوصا. أما اليوم فبتنا غير قادرين على الاستمرار في استضافة ديموغرافيا عربية باتت تقارب نصف الشعب اللبناني. بنيتنا التحتية باتت مترهلة، مواردنا أصبحت قليلة، ونعاني تضخما كبيرا لا مثيل له. ورغم ذلك نحن نستقبل هذه الديموغرافيا، ولكننا أيها الأخوة تحولنا جسدا ضعيفا يحتاج إلى مقويات بدل التجاهل الحاصل. لا يخفى عليكم وأنتم خير المتابعين والمهتمين الظروف الاستثنائية في صعوبتها وتعقيداتها التي يمر بها لبنان. فنحن نواجه منذ سنوات عدة أسوأ أزمة اقتصادية واجتماعية في تاريخنا، نالت من سائر المؤسسات ووضعت غالبية اللبنانيين تحت خط الفقر، وتسببت بهجرة الكثير من الطاقات الشابة والواعدة وخسارة الوطن لخيرة أبنائه. وجدت الحكومة اللبنانية نفسها أمام أزمة غير مسبوقة، حتمت علينا السير ببطء وحذر شديدين لتدارك الوضع وتأسيس الأرضية المناسبة للمساهمة في الوصول بالبلاد إلى بر الأمان. وبالرغم من هذه الظروف نجحنا في تحقيق العديد من الأهداف التي وضعناها، ومن أبرزها إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها، وتوقيع اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي، وإيجاد نظام طارئ للأمن الاجتماعي بالتعاون مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي. ونواصل العمل للسير قدما بكل الإصلاحات التشريعية والإدارية الضرورية للخروج من محنتنا الحاضرة. كما نجح لبنان مؤخرا في التوصل إلى اتفاق لترسيم الحدود الجنوبية لمنطقته الاقتصادية الخالصة، ونأمل أن يكون ذلك بداية مسار يقود إلى ازدهار لبنان
ويتبعه أيضا التوافق على انتخاب رئيس جديد يلم شمل اللبنانيين. وفي سياق جهودنا هذه لا بد لنا من شكر الأخوة العرب الذين لبوا النداء، ولا نزال نعول على مساعدة جميع الأخوة العرب للبنان. وأننا إذ نستذكر اتفاق الطائف الذي أرسى معادلة الحكم في لبنان، فلتأكيد التزامنا التام به وعدم تساهلنا في مع أي محاولة للمس بجوهره. أصحاب الفخامة والسمو والدولة، لا أجد في ختام كلمتي أفضل من الدعوة الصادقة إلى التكاتف والتعاون وتفعيل التنسيق وتعميقه فيما بيننا، ومد جامعة الدول العربية بمزيد من الدعم للقيام بدورها في هذه الظروف التاريخية. إن لبنان يعلن تمسكه بإنشاء المركز القانوني العربي على أرضه، وخصص قطعة أرض لبنائه. أصحاب الفخامة والسمو الدولة، في المنعطفات الكبرى التي تتهدد فيها الخرائط الجيوسياسية، تقتضي الحكمة أن يزداد التفاف أمة العرب حول نفسها، بحيث لا يغيب أي من أركانها عنها، ولا تبقى بعض نواحيها مكلومة أو مأزومة. وأنني في هذا السياق أؤكد التزام لبنان بقرارات الجامعة العربية ودعم هذه المؤسسة بالقيام بدورها في هذه الظروف التاريخية، وأعلن تضامننا الكامل مع القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة. في النهاية، لتتشابك الأيدي العربية لإنقاذ بلد لبنان الذي يعتز بالعروبة والمحبة لأشقائه. أطيب التحيات لكم من بلاد الأرز، من لبنان، هذا الوطن الصغير الذي يمكن أن يكون له دور كبير في خدمتكم، في خدمة العرب، إذا أحيط بحب كبير منكم. لا تتركوه وحيدا، وشكرا والسلام عليكم.